مرحبا للجميع. قانون التوزيع في هولندا يجب على برابانت وشمال وجنوب هولندا البحث عن أماكن إيواء أكثر. سيتعين على مقاطعات شمال هولندا وجنوب هولندا وشمال برابانت توفير المزيد من أماكن الاستقبال لطالب اللجوء عندما يدخل قانون التشتيت حيث التنفيذ في الشهر القادم. بما يتعلق هذا الأمر من 35 ألف مكان إضافي، ومنها أكثر من 18 ألف مكان يجب أن يكون موجودا في جنوب هولندا. وبحسب قانون التوزيع يتم توزيع أماكن الإيواء الإضافية على جميع البلديات، ويتم ذلك بناء على عدد السكان. وهون الخبر، ننتقل لخبر التالي. أصدقائي في هولندا، عاصفة إيشا ستبدأ من اليوم، اليوم الأحد. بعد إنجلترا تتجه عاصفة إيشا إلى هولندا، ومن المتوقع ستغادر يوم الثلاثاء المقبل. ستصل سرعة عاصفة إيشا إلى 110 كيلومتر بالساعة مع كميات كبيرة من الأمطار. وكالعادة معهد الوطني للأرصاد الجوية الـ KNME من سرعة الرياح مع التوقع أن تكون قوية جدا يوم الاثنين المقبل على جميع أنحاء هولندا. هون الخبر. أصدقائي عندي بس معلومة، جاني سؤال وحابب أنا أعممه لحتى الكل يستفيد. هلا جاني إنه أنا كنت خارج سوريا عم بشتغل، طلعت من سوريا بسبب الشغل ورحت على دولة ما واشتغلت، وبعدين رجعت على سوريا وكمان رجعت اشتغلت، وللأسف خلاص أنا ما عاد قادر أعيش يعني وإلى آخره، فبدي أجي أقدم لجوء بهولندا. أحكي لهم أنه أنا كنت خارج سوريا ورجعت على سوريا وإلى آخره. أصدقائي إذا أنتوا حكيتوا هذا الشيء ممكن يجيكم رفض. ليش؟ لأنه طبعا أنا عم بحكي عن تجربة أصدقائي، لأنه في كتير ناس جاهم رفض اللجوء بسبب أنه كانوا خارج سوريا وإجوا على سوريا، رجعوا على سوريا وبين أنه على الباسبور، لما سلموا الباسبور بتير أبل بين على الباسبور أنه في ختومات أنه هو خارج، طلع سوريا، طلع برا سوريا ورجع على سوريا، يعني موجود الختم وموجود كل شيء. فهون إجاهم رفض. فالناس يلي بدها تقدم لجوء هون بهولندا وهن كانوا خارج سوريا ورجعوا على سوريا، فما في داعي انت تحكي هذا الموضوع. انت بس احكي له عن اخر مرة طلعت فيها، انه خلص انت طلعت من سوريا وجيت على هولندا مباشرة. لا تقول لهم كنت مثلا خارج سوريا وبعدين رجعت على سوريا، لا تقول لهم حكي، فلانه ممكن هذا الشيء يأثر وممكن لا. ولكن اذا في عندك جواز سفر سوريا وفي عليه ختم انه انت كنت خارج سوريا ورجعت وعليه ختم وكل شيء مبين، فنصيحتي لا تقدمه لانه ممكن يصير في رفض مثل ما صار مع غير اشخاص اجاهم رفض بسبب هذا الشيء. ف يلي ما عنده خلاص فينه يقول انه ما عنده، وما في داعي يقول انه انا كنت خارج سوريا وبعدين رجعت على سوريا. انا هاي يعني حبيت انصحكم فيها لانه عن تجربه ناس انرفضوا بهذا السبب. لهون خلص الفيديو لليوم، شكرا لكم، واكيد رح اشوفكم بفيديو تاني. لا تنسى اللايك والاشتراك اصدقائي، وتصبحون على الف خير. مرحبا لكل اخواتي. ما هو عدد طالب اللجوء من القاصرين؟ ذكرت إدارة الهجرة والتجنيس الـ EA عن وصول ما يقارب من 5400 طالب لجوء قاصر إلى هولندا، ونصفهم من السوريين خلال العام الماضي 2023. وذكرت الـ EA أن نسبة القاصرين بين طالب اللجوء كانت 16% من إجمالي عدد طالب اللجوء عام 2023، ودائماً بينصحوا بعدم إرسال القاصرين بمفردهم بسبب المخاطر يلي بتمر عليهم وهن جايين على هولندا يعني أثناء الرحلة. فالخبر هون أصدقائي. هلأ أصدقائي بالنسبة للجوء ولم الشمل بهولندا عام 2024 لحد الآن، هل يوجد أي جديد بهولندا بالنسبة للجوء ولم الشمل؟ لحد الآن ما في أي شيء أصدقائي، كله بقيان على حاله. الوضع لساته مثل ما كان قبل، لم الشمل، الإقامات، المنازل، البيوت، كله بقيان على حاله.
أي شيء جديد لسه ما في شيء جديد لحد الآن أو لحد هاللحظة، أي شيء جديد مع الأيام المقبلة، مع الأسابيع، مع الأشهر يلي ممكن يصير فيه مثلاً بعد تشكيل حكومة، شو في قرارات جديدة، أكيد رح يصير في أكيد شيء جديد، ولكن لحد الآن ما في شيء جديد للناس اللي عم تسألني إنه نحن خلص فتنا ب 2024 لحد الآن ما صار شيء جديد، وفعلاً ما صار لسه أي تغييرات لحد الآن. فاطمنوا اللي بده يجي وحاطط بباله انه يجي على هولندا، ف الله يسهل له يا رب، والتوفيق للجميع. وبرجع انا بكرر بس معلومه انه اي شخص بيجي على هولندا ما لازم او مو بضروري يكون نفس الشخص الثاني، اوكي؟ الاشخاص هون تختلف عن الثانيه بسبب الملفات اللي هن بتقدمها، بسبب الحكي، بسبب المقابلات، شو حكوا شو قالوا، ولكن كل شخص بيختلف عن الثاني بهولندا. هلا في عندي معلومة أصدقائي أو سؤال بالأحرى، هل المحامي بهولندا ضروري ولا ما إله داعي؟ طبعا إله داعي، إله داعي ونص، لأنه لازم يترجم لك أو عفوا سوري لازم يصحح لك بالمقابل، بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية، فلازم يصحح لك ليشوف إذا في شيء غلط أو لا. فاله داعي، المحامي له داعي وضروري طبعا اصدقائي. هلا بالنسبه للمساعدات الاجتماعيه الاوت كيرينج، الكل بيعرف انه في شيء اسمه مرتجعات كل 20 بالشهر، كل 20 بالشهر بينزلوا مساعدات. طبعا اذا صادفت يوم السبت او الاحد 20 بالشهر فما راح ينزلوا ليوم الاثنين بسبب البنوك بتكون مسكره. فبالعموم 20 بالشهر بينزلوا المرتجعات. هلا الشخص يلي بيطلع من الاوت كيرينج، اوكي، يلي بيطلع من المساعدة الاجتماعية ما عاد ياخذ مساعدة من البلدية وراح يشتغل بدوام كامل، هل كمان بينزل له مرتجعات؟ بينزل له مرتجعات طبعا اذا كان طبعا في راتب معين لحتى يقدر يحصل على المرتجعات، بعتقد بحدود ال 2000 2000 وشوي. من اصحاب التجربه، انا الصراحه ما فاتتني الذاكره، من اصحاب التجربه اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. ولكن اذا كان راتبه بالاحرى راتبه منخفض، اوكي، وكان عم يشتغل خلص دوام كامل عم يشتغل يعني فول تايم، اذا كان راتبه منخفض فراح يحصل على المرتجعات. وبعتقد كمان اذا بيحصل على او يلي راتبه من المتوسطين فكمان بيحصل على مرتجعات على حسب معلوماتي. من اصحاب التجربه كمان اصدقائي، فيدونا بتجربتكم وشكرا لكم. لهون خلص الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات من الاسئله، واكيد رح اشوفكم بفيديو تاني باخبار جديده ومعلومات جديده، وتصبحون على الف خير، ولا تنسى اللايك والاشتراك. شكرا.